هتعمل ايه انت النهارده معايا؟ ممكن اساعدك في البانيه. في البانيه ايه رايك؟ صعب. طيب ايه رايك هتخليكي تشتغلي في البانيه عشان نكسب وقت الحلقه؟ يلا بينا. عشان المشاهدين عايزين يشوفوا بتطبخي ازاي، وخاصه مامتك. تاخدوش مني نصايح يعني، خدوها من الشيف مغازي، انا ماليش دعوه. وعايز صباح الخير يا مصري ينورني هنا بقى، ويقول بقدير الفراخ البانيه على طريقته. يلا بينا. ايوه نشوف مقادير الفراخ البانيه من ايد الاستاذه بسنت الحسيني. برنامج صباح الخير يا مصر اللي بتنورنا كل يوم الصبح، معانا صدور فراخ ومعانا توم وملح وفلفل وبقسماط ناعم. انا بحط لك الدنيا كده. ايوه هقول لك بقى يا شيف. اتفضل. انا بحط شويه بصل. ايوه اوكي. وبفركها كده بملح وفلفل. حلو. وبهارات فراخ. شاطره. بس انا بحط حاجه تانية، انا بحط زبادي، معلقه زبادي عليها. وشاطره. والزبادي على فكره مهمه جدا، الزبادي بيطريها وبيخليها كده خفيفه وحلوه على طول في القلي. بسيبها ساعه تبل. بحس الفراخ البانيه مش محتاجه تتساب كتير، يعني مش زي الفراخ الجريلد يعني تسيبها مثلا بالليل للصبح، لا الفراخ البانيه ممكن ساعه وتمام. حلو. وبعدين بس مين علمك تركيه الزبادي؟ ماما. الله. هي ماما هي ست الكل، هي كل حاجه. انت عارفه ان ماما شاطره كده على فكره؟ مامتي شاطره بصراحه، بانك تقول لك حطي زبادي على البانيه علشان يبقى طري بعد ما يتقلي. ايوه ما يبقاش ناشف. وبتعمل هي بقى البقسماط بقى معرفش بتعمله ازاي، بتخليه كريسبي بطريقه زي ده كده. اهو معانا البقسماط. فتيت الخبز كده اهو، شفت ازاي؟ هو ده زي طيب انا ينفع اقطعها؟ انا هقطعها لحضرتك، انا خلينا اقطعها ده اشتري واحد مننا سليمه. ماشي. ايه رايك؟ خليني كده يعني ايه، بص يعني الفراخ دي لازم عشان الزفاره. نحط شويه فلفل حلو. انت بتكتر في الفلفل ليه بقى؟ عشان الفلفل الاسود مع البانيه بالذات بينقلها لمكان تاني مع عصير الليمون. حلوه. فين الملح؟ بما انك انت شاطره في الفراخ انا عايزك تتبليها براحتك انت. ده عصير الليمون. اتفضلي. تسلم ايدك. والملح. انا بص انا ما بحبش احط كتير، فاحط قليل وانت قولي لو محتاجه اكتر. اوكي لا ماشي زي الفل كفايه. لا احط كمان شويه. اوكي انا مش عايز اسيرك، عايز نعمل حاجه حلوه كده عشان بيفشونا الاستاذ محمد. لا وعايزين ندي برضو للمشاهدين يعني الطريقه الصح برضو. طيب تمام يعني زي الفل. سيبكم من طريقتي يعني شو تحب تحطي توم في التتبيله؟ يا ريت. طيب ادي التوم. فص توم صغير كده عشان الزفاره. تمام. اول ما اتجوزت كنت بحط توم كتير في كل الاكل تقريبا. بجد كنت توم باودر ولا طازه؟ لا توم توميه. توم كنت لسه مش عارفه ايه هو التوم باودر. حلو. المهم لدرجه ان حتى كنت بحطه على السلطه. حلو. ابتدينا بقى نتعب يعني، ابتدى معدتنا تتعب مع الوقت، فبقيت اطلعه من طلعي من التوم الطازه. السؤال بقى ست الكل النهارده، انت رحتي بيت الزوجيه اول اكل اكل كفته الاستاذ محمد من حضرتك. طب الماما بقى والاسره يحب ياكلوا ايه من حضرتك لما تخش المطبخ؟ ماما بتحب، عملت قبل كده البطاطس الجراتان. حلو. كانت حلوه قوي دي بقى، مش عارفه ازاي نسيتها. ماما لما كلتها بصراحه انبهرت، لان مامتي كانت من الناس اللي استاذنك لو في معلقه يا شيف. مامتي كانت من الناس اللي دايما تقعد تقول لي انت مش هتعرفي تعملي حاجه. عشان انا ما كنتش ببقى مهتمه خالص باي حاجه. هي بتشجعك كده يعني، بتديكي روح. ما كانتش يعني ما كانتش مقتنعه ان انا هعرف اعمل حاجه. حلو. المهم اكلتها بقى من البطاطس الجراتان اللي عملتها دي، هي دي يمكن اكتر حاجه هي عجبتها يعني. الفراخ البطاطس الجراتان. حلو. كانت حلوه قوي. طيب الاستاذه بسنت من الناس اللي يحبوا في بدايه الشهر الكريم يتعزموا جدا ولا يعزموا؟ طبعا بص قبل ما اخلص قلت جدا، يبقى عشان تحبي تتعزمي. يعني بس لازمت... نفسي لا بس نفسي يعني، كنت لسه بتكلم مع محمد انه انا لا عايزه ابتدي اعزم الناس. لسه حطينا ملح وفلفل. لا لسه. معقوله؟ لسه. يعني احنا النهارده كام؟ ستة خمسة رمضان، ستة رمضان. انا ما حطيتش بصل. احط بصل؟ حطي بصل. انا عامله كده. اوكي. طب لما تعملي العزومه اول حاجه بتفكري فيها ايه؟ بص اول حاجه بفكر يعني فيها يعني استاذ محمد هيكلمك في التليفون دلوقتي بعد ما نخلص الحلقه، بما انك انت طبعا عايزه تعزمي. هو بيضحك دلوقتي. هنعزم بكره مثلا خمس افراد او ست افراد من العائله. تفكري تعملي ايه؟ هفكر الاول في البروتين يعني. هفكر في الحاجه الصحيه الاول، البروتين، بعد كده بناء عليه هعمل جنبه بقى بقيه الحاجات، ولازم يبقى فيه خضار. فلو مثلا هعمل كباب حله مثلا، او هشوح فراخ هعملها بالوايت صوص او اي حاجه بقى هشوف هعمل ايه. طب ما تيجي اريحك في المطبخ وتاخد
تاخدي بنصيحه الشيف المغازي، تليفون صغير لقرايب حضرتك او ابو حميد يتصل. الضيوف يحبوا ياكلوا ايه، وبناء على طلبهم تعملي الاكل ده. حلوه دي، إيه رأيك؟ حلوه، ووفرت على نفسك وقت وتوفير اقتصادي كمان، مش تعملي حاجه هم مش ياكلوها، وفي نفس الوقت في اكله لقيتها واقفه قدامك مش عارفه يا تفاصيلها، ادخلي على صفحه اكله امي هتبحثي هتلاقي كل الاكلات اللي تحلمي بيها في العالم كله احنا موجود على الصفحه. انت عارف بقى ان انا مامتي فاتحه القناه الاولى على طول طبعًا. هنا على في وقت الاكل بتفتح على يعني ماما بتتابعني البروجرام بتاعك عشان تتفرج عليه بجد. طب وبتشوف انت جداً. بتعمل ايه وتقعد يعني بتسلمي لي عليها كتير، ربنا يخليها. طب ماما تحبي تاكل من ايد بسنت ايه؟ هو تقولي لي برضه شيش طاووق يعني؟ لا لا لا، اصل خلي بالك هنطلع بعد الحلقه، خلي بالك انا مامتي اكلها مش طبيعي يعني، مامتي بتطبخ اكل خطير. ايوه، فانا ما متهيأليش ان انت عايز تاكل من ايدي خالص. عايزه اتاكلك بس. يا بتقولي تعالي يعني بتعزمني. ربنا يخليها لك. الله يخليك. ايه رايك في اسم البرنامج بتاعنا اكله امي؟ تحفه، خطير. خلي لي الفراخ البانيه بعد ما تبلتيها بتحطها في الثلاجه؟ بسيبها بقى في الثلاجه. بصراحه تقعد شويه. بسيبها ساعه او ممكن تعملها على طول مفيش مشكله، وتحطيها بعد البانيه. بتحط لها بيض بقى ولا بتدخليها على البقسماط؟ لا بيض وبعدين بقسماط. يبقى لازم نجيب البيض. يلا البيض اهوت، خده كده. الله، عايزك تطلعي بتركيه هنا. قولي بقى، بس انت عجبتيني دلوقتي بجد يعني. انت طباخه شاطره وفي طريقك انك تكوني شيفه شاطره. بحاول بحاول. انك ما حطيتيش اي ماده دهنيه على البانيه. لا، كنت متوقع انك تحطي زيت او زبده. في ناس بتعمل كده؟ لا غلط. مشكله كبيره. الخلطه والتوبنج بتاع التتبيله ما يمسكش في الفراخ ولا اللحمه. تعملي سكالوب بانيه، كوردون بلو، سكالوب تنواز، اي بنهات لازم طبعا ما تحطيش اي ماده دهنيه. هنخلط البيض ده كده، نحط شويه ملح. حطي الملح حضرتك انت. ماشي، حطي لك انا الفلفل. انا بص انا ما بكترش خالص. ماشي. في الملح يعني. الفلفل الاسود على البيض بيشيل الزفاره. نحط شويه فلفل كده. الله عليك، حلوه تمام. وعشان يتخفق بسرعه بنحط شويه حليب. طبعا احنا المنيو بتاعنا تعرف بتفاصيله مع الاستاذه بسنت الحسيني، مقدمه برنامج صباح الخير يا مصر اللي بيصبح على العالم كله الصبح. بتبدع النهارده في عمل الفراخ البانيه، بتبدع النهارده في عمل الفراخ البانيه بشهاده زوجها الاستاذ محمد. نجي للبانيه بقى حضرتك. تمام، في بقى تركية كده هقولها لك. اتفضلي. انا اللي هقول لك بقى. انت هتقولي يعني. ممكن بقى نحط نشا؟ ايوه، في البيت. ايوه، عشان يبقى كيس. مين قال لك على المعلومه دي؟ بتقول لي في الفاصل في حاجه كواليس بتحصل في الفاصل. البانيه بيبقى معاه بتفك الخلطه ما بيبقاش كريسبي. معلقه النشا مع خلطه البيض بيدي له قوام ويخلي التوبنج يمسك في الانسجه بتاعه الفراخ. تفاصيل جوه بقى. شوف المغازه بقول تفاصيل صغيره والمعنى كبير والطعم جديد. دي حاجه جديده يعني. فيعني احنا بقى نزود نشا، معلقه نشا على خليط البيض بتاعنا. هي دي اللي هتاخده المكان تاني خالص. يلا بينا هنقلبها كده. او النشا نعود. تمام، بس قلبها كده حضرتك. خدت مني شوكت. لا اهي اتفضل، اضربها بمضرب كده زي الفل. ايوه كده احسن. تمام، تسلم. طب قولي بقى يا شيف، اتفضل، انت بتحب تاكل ايه على سفره رمضان؟ سفره رمضان يعني خامس مره تساله في الشهر يعني الكريم. يعني ايه الحاجه اللي انت لازم تاكلها يعني؟ سمبوسك ولا شوربه ولا ايه يعني؟ ايه الحاجه اللي انت لازم تبقى موجوده على سفره رمضان؟ حلو، سؤال وجيه جدا. يعني انا من الناس البسط جدا على السفره الرمضانيه بالذات، وما بحبش السفره تبقى زحمه. يعني بحب طبق واتنين وشكرا. ولكن اساسا على السفره بتاعتنا لازم يكون في طبق شوربه. لازم طبعا الشوربه ده مهم جدا. بتفضلها لسان عصفور؟ بيستقبل المعده بتستقبله طبعا، وصحيا ممتاز. شفت كده التتبيله جاهزه. هنحط عليها شويه توابل كده. اوكي، طب انت ايه احلى اكله بتطبخها بمزاج؟ هو ده الكلام ده الجامد. اطباق المكرونه شاطر فيها جدا. الله، حقيقة. انا ما بعملش غير مكرونه. بما المكرونه بقى حال، انت سافرت طبعا كتير يعني. قولي لما بتسافري بره تحبي تاكلي بقى الاكل الغربي، ولا تطوري وتبحثي عن اكلات مصريه ومطبخ شرقي والجو ده؟ يعني بحب لما اسافر حسب الاكله المشهوره بيها البلد. ودايما بلاقي انه مثلا انه الاكله دي ممكن لو احنا كنا سامعين عنها او بناكلها بطريقه معينه او بنعملها بطريقه معينه، هما في البلد اصحاب البلد بيعملوها بطريقه ثانيه. حلو. عايزه اقول لك بقى ان انا في ناس كتير قوي بقى تسالني على ايه؟ اكل مصري
مش هتصدق. كشري. بره كشري. الكشري بتاعنا الجميل. بالظبط. فالكشري مشهور جدا جدا، لكن الحاجه اللي كلتها بره وكانت حلوه قوي 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 اللي هما بيقولوا عليها فلافل يعني، او الطعميه. طعميه ما لها كذا مسمى. طعميه احنا نسميها، وفي بلاد الشام يسموها الفلافل. يعني هما بره بيقولوا عليها فلافل. طيب. ميرسي. يلا نبدا. واضح ان ماما رفعت دماغها. عملت لي بقى ايه يعني اول يوم ابتديتها كده بحمام، فطبعا جالي صدمه نفسيه، قلت خلاص مش هعمل حاجه تاني. طيب بص، احنا استاذن حضرتك عشان نكسر ناخد البانيه نحطها. يلا استنى خليكي تلبسي الجلوفز الاول. تمام. هلبس بس جلوفز عشان البانيه ده انا بكرهه فعلا، ما بحبش اشتغل فيه. ايه ده انا بحبه قوي. ما بتحبيش عشان سهل بس انا كده زي الفل. قلبناهم كده وبعدين نحطهم في البقسماط، ومن البقسماط على الزيت. طيب نشوف مقادير شوربة لسان العصفور، عشان برضو دي معانا في المنيو بتاعنا، عشان برضو يهمنا السفرة بتاعتنا تكون مكتملة فيها طاجن البامية باللحمة الضاني. خدنا من شوربة اللحمة، عملنا لسان العصفور اتحمر وحطينا عليه الشوربة. دي سهل خالص يا بسنة. ده سهل. البانيه طبعا في ايدك زي الفل. بحط عليها كده. انا حاطط معلقه دقيق. انا عاجبني بقى ان انت حاطط بابريكا كمان. صح، بتدي طعم شويه مع التوبنج بتاع الفراخ على البقسماط. ده هيخليه كريسبي قوي ومخلي لونه حلو قوي، والنشا كمان اللي انا حطيته على البيض على فكره. طبعا شفت ازاي زي الفل. وبعدين ممكن تحطها شويه في التلاجة قبل التحمير. شفنا المقادير بتاعتها. تمام زي الفل. يلا بينا. طيب ايه رايك تعملي حمري لي بقى البانيه؟ يلا بينا. طبعا حضراتكم لازم تشوفوا ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. طب شوفي الاول الزيت صغار. تمام زي الفل. استاذه بس انت بتحمر الفراخ البانيه دلوقتي، تسلم ايدك. حلو قوي. يلا بينا. لازم نحط مكعبين زبده زي ما حطيت علشان البانيه يتحمر ويبقى طري. ايه ده، ايه الحلاوه، والبانيه طالع بيضحك. خد بالك انت ازاي؟ شفت البانيه وطعمه ولونه؟ بس البربكه برضو. ايوه ايوه. انت بتحب بقى، في ناس بتحب تخلي البانيه يتحمر لغايه شويه كمان. انا عن نفسي ما ببقاش عايزاه يتحمر قوي. انت بتحبه ايه يا شيف؟ يعني بص حسب الرقه بتاعته. ايه رايك كده؟ ايوه زي الفل. طلعيها. تسلم ايدك، وجهز لك طبق. يلا بينا. اهم حاجه بقى ان احنا نخلي المناديل تتشرب الزيت. اعتبري نفسك في البيت بتعملي بانيه للاستاذ محمد.